ज़ियारत जामे कबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन्नुबुव्वा वमौज़िउर रिसाला वमुख्तलफुल मलाइका वमहबतल वाहिये वमादिनर रहमा वखुज़ानल इल्मे وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وأناصر الأبرار ودائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وإترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وآلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومآدن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والطامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله والنهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والزارة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبته علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته استفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره وأجباكم بقدرته
وأعزكم بهداته وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتورط راجمة وحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وآلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه عصمك الله من الزلل وأمنكم من الفتن وظهركم من الدنس وأذهب عنكم الرسا وطهركم تطهيرا فعظمتم جلاله وأكبرتم شانه ومجدتم كرمه وأدنتم ذكره وكذبتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في سره والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينكم فريضة وأقمتم حدودا ونشرتم شرائع أحكامه وسنتم سنته وسراتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم ذاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الحق إليكم وحسابه عليكم فصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعز وزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفاء دار البقاء ورحمة المرجو ورحمة الموزو موصولة والآية المحزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من أناكم نجا ومن لم ياتكم هلكا إلى تدعونا وعليه تدعو وإليه تدله وبه تؤمنون وله تسلمون بأمره تعملون وإلى سبيله توشدون وبقوله تحكمون سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وصل من فارقكم وفاض من تمسك بكم وأمن من الجاء إليكم وسلم من صدقكم
وَهُدَيَا مَنْ اعْتَصَمَ بِكُمْ مَنْ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَمَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَمَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ وَمَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَمَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دراس من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة وطابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه مهدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيه اسمه وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم فبلغ الله بكم أشرف محل مكرمين وعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوته فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهد ولا دي ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عذفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شانكم وتمام نوركم وصدق مقائدكم وثبات مقامكم وشرف محكم ومنزلتكم عنده وذكر أمتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه ببي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسراتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولا ولياتكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مبتل لما أبتلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم
मुंतजिरुन लिअम्रिकुम मुर्तकिबुन लिदौलतिकुम आखिज़ुन लिक़ौलिकुम आमिलुन बिअम्रिकुम मुस्तजीरुन बिकुम ज़ाइरुन लकुम लाइज़ुन आइज़ुन बिक़ुबूरिकुम मुस्तशफ़िउन इलल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बिकुम وَمُتَقَرِّبٌ بِكُمْ إِلَيْهِ وَمُقَدِّمُكُمْ أَمَامَ طَلَبَتِي وَحَوَائِجِي وَإِرَادَتِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَأُمُورِي مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَعَلَانِيَتِكُمْ وَشَاهِدِكُمْ وَغَائِبِكُمْ وَأَوَّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ وَمُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ وَمُسَلِّمٌ فِيهِ مَعَاكُمْ وَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَرَائِي لَكُمْ تَبَعٌ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّدَةٌ حَتَّى يُحْيِي اللَّهُ تَعَالَى دِينَهُ بِكُمْ وَيَرُدُّكُمْ فِي أَيَّامِهِ وَيُظْهِرَكُمْ لِعَدْلِهِ وَيُمَكِّنُكُمْ فِي أَرْضِهِ فَمَعَاكُمْ مَعَاكُمْ لَا مَعَا غَيْرِكُمْ آمَنْتُ بِكُمْ وَتَوَلَّيْتُ آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ وبرعت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزب الظالمين لكم الجاهدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم منحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبدا ما حيث على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم واجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه واجعلني ممن يقتص أثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم وَيُحْشَرُ فِي زُمْرَتِكُمْ وَيُقِرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ يُمَلَّكُ فِي دَوْلَتِكُمْ وَيُشَرَّفُ فِي عَافِيَتِكُمْ وَيُمَكِّنُ فِي أَيَّامِكُمْ وَتَقِرُّ عَيْنُهُ غَدًا بِرُؤْيَتِكُمْ بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم مواليا لا أحصي ثناؤكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر
وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته وإلى جدكم بعث الروح الأمين أتاكم الله لم يوت أحدا من العالمين تأتى كل شريف لشرفكم وبأخا كل متكبر لطاعتكم وخدع كل جبار لفضلكم وزل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاض الفائزون بولايتكم بكم يسلكوا إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غصب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشانكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحسم إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومواه ومنتهاه بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذلل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفاجر في الحلقات ومن النار بأبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسدا من دنيانا وموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وطفلت الفرقة وبموالاتكم تقبل الطاعة المترزعة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشان الكبير والشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا يا ولي الله
إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا ياتي علي إلا رضاكم فبحق من تمنعكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته ما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله ومن أساكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد وآل محمد.